ابويا الله يسامحه زمان ما علمنيش الف وادور، وقال لي يا ابني في حاجتين تراضي الله وتعيش مستور، ومهما تقابل الطالح ترد باصلك الصالح، لا تتغير ولا يشدوك، وهتشوف ياما من ناسك كتير بيحاربوا ويهدوك، وناس تضحك في وشك زور تلف فيلعنوا اللي جابوك، وناس يرموك وناس يهنوك ولو بالخير بترضيهم، ولو اصلك نضيف يا ابني في عمر ما يسحبوك ليهم.